سمر، بما انه من شوي كنا عم نحكي عن غرس القيم الاخلاقيه والانسانيه بالاطفال، رح ننتقل الى مبادرات انسانيه كان لها دور كثير مهم بالاحساس بالغير، بمعالجه الغير. يمكن كل حدا فينا بحاجه لاستشاره طبيه، ولكن يمكن ما بيمتلك المال لحتى يروح على عياده طبيب، او ما عنده او ما في وقت لحتى يستنى بعيادات الطبيب. رح نروح الى مبادرة كتير حلوة تحت مسمى سماعة حكيم. هالمبادرة عمرة او هالابليكيشن او هالتطبيق او هالصفحة، ولكن خلينا نسميها مبادرة لانه مبادرة يعني نابعة من القلب، عمرة تقريبا 3 سنين. هي مو بس صفحة، وهو مو فريق، هو او تطبيق، هو عائلة. هي العائلة هي عبارة عن مجموعة من الاطباء والصيادلة، كان لهم يد دعم، وخاصة يمكن في ظل جائحة كورونا وجميع الاستفسارات يلي بيستفسروها الناس، إن كان على السوشيال ميديا أو إن كان عبر التطبيقات أو إن كان عبر الاتصالات. رح نحكي أكثر عن سماعة حكيم، رح نحكي أكثر عن دورهم بمبادرة عقمها لكل بيت سوري ولكل حدا مريض ومحتاج. بالنسبة لنا نرحب بالدكتور حسين نجار، مؤسس فريق سماعة حكيم. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير لكم جميع المشاهدين، الله يعطيكم العافيه. يسعد لي صباحك. الله يخليك. وايضا بالاستاذ عمر بوظو، مؤسس مبادره عقمه. صباح الخير استاذ. صباح النور. يا اهلا وسهلا فيكم، كل سنه وانتم سالمين. ينعاد عليكم الصحه والعافيه يا رب. اكيد الله يخليك. ينعاد عليكم بالخير والسعاده اكيد. بالبدايه دكتور حسين، خلينا نبلش مع سماعه حكيم، خلينا نحكي عنها بشكل اكبر، كيف تاسست، من امتى، وشو هي؟ هلا هي البدايه كانت بصفحه على الفيسبوك عمرها 3 سنين. كان الهدف هو تغطية النشاطات اللي عم بتصير بكلية الطب البشري بجامعة دمشق، خاصة بعد استلام الأستاذ نبوغ العو عميد الكلية للعمادة. الخطوات الأولى اللي عملناها كان حفل تخرج طلاب الطب، عملنا رعاية لحفل تخرج طلاب الطب وقدمنا دروع بالتعاون مع شركات. رحنا باتجاه أول لايف كان خلينا لك بين مسؤول وبين خلينا لك الطلاب. كان الأستاذ نبوغ العو عمل لايف مع الطلاب، كان الساعة 10 أو 11 بالليل، الطلاب تفاعلوا بشكل كثير كبير. هذا الشيء اللي صار عمل يعني خلينا لك انفجار بالصفحه مبدئيا، الطلاب اشتركوا بشكل قوي بالصفحه. كان الجمهور الاولي طلاب طب، قررنا بعدين نوسع الجمهور، احنا باتجاه ننقل معلومه طبيه تكون موثوقه. بما انه في كثير صفحات على الفيسبوك بتنقل معلومات واشاعات، فلا انه نحن بنشكل مجموعه وعائله من الاطباء، من الصيادله، من اطباء الاسنان، لننزل معلومات تكون دقيقه وموثوقه والى مرجعيتها العلميه الصحيحه. الحمد لله الصفحه عملت انتشار احلى. نحن باتجاه تعاونات مع اذاعات، مع وسائل اعلام متعدده ليكبر اسم الصفحه. واجت كورونا. خلال الفتره هي اجت كورونا، هي كانت المرحله اللي انشهرت اكثر الصفحه. عملنا لقاءات مع اطباء موجودين بسوريا وخارج سوريا بالمناطق اللي فيها انتشار خلينا نقول كورونا بشكل كثير كبير، بامريكا، باسبانيا، بايطاليا. اللي صار انه الناس صارت بما انها عندها صعوبه كانت تطلع على الدكتور، فهي لقيت انه في سهوله اسهل انه عن طريق الفيسبوك تلتقي مع الاطباء. بهذا الوقت بالذات اطلقنا تطبيق سماعه حكيم من حوالي 6 شهور. هذا التطبيق اطلقناه برعايه الاستاذ نبوغ العو ومباركة وزير التعليم العالي. حاليا التطبيق عليه اكثر من 10,000 تحميل واكثر من 15,000 استشاره. الاستشارات هي مو بس كورونا، استشارات متنوعه. الميزه الاساسيه بهذا التطبيق انه هي بتعطي الخصوصيه للمريض، يعني اللي بده يسال عاده على الفيسبوك بيسال والناس بتطلع، اما على التطبيق فهو رح يكون تواصله مباشر مع الطبيب مباشره، وبتفلتر السؤال. يعني بيجي السؤال، في عندنا اداره بتشيل السؤال اللي هو مثلا ماله صحيح او ماله علميا صحيح او في خطا او حاطط اختيار صح غلط، مثلا نسائيه، عواض مثلا هضميه، فنحن بنوجهه بتصير الاجابه. ميزة التطبيق الإضافي إنه هي ما هو بس مبادرة أطباء وصيادلة عم يشتغلوا، لا هو عبارة عن عمل متكامل إن شاء الله يكون احترافي. تعاوننا مع شركة برمجة كثير مهمة اسمها شركة آي تي لاند، تعاوننا مع شركة تشغيل اسمها أب ستاند، عملنا فريق متكامل واطلقنا التطبيق والحمد لله، يعني لقينا استحسان كثير كبير الحمد لله. مبروك وهيك الله يقدم لكم كل الخير. رح انتقل للاستاذ عمر. صباح الخير. صباح النور. ينعاد عليك، ان شاء الله سنه حلوه عليكم. خلينا نحكي عن عقمة. عقمة عمرها اشهر قليله، هي يمكن نشات مع دخول كورونا الله يبعده عن كل العالم. خلينا نحكي اكثر، شو عملتوا بعقمة؟ كيف بلشت الفكره؟ لوين اتجهتوا؟ ومين الفئات اللي استهدفتوها؟
صباح الخير بداية. نحن مبادرة عقمها بدأنا بشهر 3، كان يوم بداية المبادرة هو يوم نزول قرار إيقاف الدوام بالجامعات والمدارس. نحن أغلبنا بالبداية طلاب جامعات، بدأنا يعني إنه كان عندنا تفرغ، حبينا نقدم شيء، حبينا ننزل بالوقت اللي يعني عندنا تفرغ كثير كبير فيه. بدأنا بالتعقيم، بالنزول على أماكن الازدحام، على مواقف النقل الداخلي. بدأنا بالبداية كان عبارة عن نشر توعية ونشر وسائل وقاية. بعدين لما اشتدت الجائحة حسينا كان لازم نعطي دور أكبر، تعاوننا مع فرق طبية، مع سماعة حكيم، مع عدة جهات، حكينا العالم صرنا نأمن أسطوانات أكسجين. صار عندنا هلأ الحمد لله أنه رقم إسعافي 24 ساعة شغال، بنقدم فيه استشارات طبية فورية لأي واحد مصاب أو حاسس باشتباه أنه عنده شو هو الرقم؟ كورونا 099-848-0354. أكيد كل حدا فيه أو حاسس بأي عرض وحاجر حاله بالبيت، لأنه أكيد نحن دائما نتوجه برسالة أنه يا ريت أي حدا حاسس بأي نوع من الجريب أو إنفلونزا أو كانت أعراض كورونا أنه يحجر حاله بالبيت. طبعا. ولأي استفسار أكيد على الرقم يلي قلته حضرتك فيهم يتواصلوا معكم ويستفسروا. تمام، عن طريق رقمنا الإسعافي. نحن في شباب وأطباء مناوبين 24 ساعة من بداية الجائحة لحد الآن، بردوا على الاستشارات الطبية. طبعا في فريق طبي فريق طبي هو بالتعاون مع سماعة حكيم، فريق طبي عم يقدم هاي الاستشارات، عم يروح على منازل المصابين كمان بشكل فوري. واحد حاسس انه هو بحاجة زيارة الطبيب، او احيانا الطبيب هو بيقيم لحاله من خلال الاستشارة انه هذا الشخص بحاجة زيارة، بيروح لعنده الطبيب على المنزل. بنقدم اكسجين للعالم اللي هن بحاجة، سواء عن اسطوانات او اجهزة توليد اذا توفرت. الحمد لله قدرنا نقدم الاسطوانات او خدمه الاكسجين لاكثر من 4000 شخص. استشارات طبيه وزيارات طبيه قدرنا نقدم ل يعني الاف الاشخاص الحمد لله بطريق رقم الاسعافي، فضل انه يعني جهود الشباب اللي عم تتطوع ما تقعد 24 ساعه، وفضل الفريق الطبي يعني وتعاوننا مع سماعه حكيم. اكيد مكفيين بالحديث معكم اكيد بعد متابعه الكليب عن سماعه حكيم. فيكي شي ماما؟ أكيد كلن بيحبوك، بس بهالحالات ما بيفيدوك. حمل تطبيق سماعة حكيم واحصل على الاستشارات المفيدة من الأطباء المختصين. مع سماعة حكيم صحتك بإيدك. يعني يمكن عم نشوف دائما الشباب السوري وخاصة الأطباء الكادر الطبي السوري الله يعطيهم ألف عافية ويحميهم يا رب. عن جد يمكن عمل بيفرح القلب يا سمر، وهيك بيرد الروح، وأنه دائما سوريا بخير ودائما أهلا وناسا لبعضهم. أكيد دائما أهلا وناسا لبعضهم، بس نشوف هالمبادرات الحلوة نحن بنكبر فيكم. يعني كثير مبسوطين سواء المعلومات القيمة اللي عم تقدمها سماعة حكيم، واكيد بالتعاون مع عقمها. خلينا نحكي عن هذا التعاون، شو اثمر يعني يعني شو عملتوا؟ بالبدايه صديقي العزيز عمر، يعني احنا لما التقينا
بسوء الحظ في كان لقاء مخطط له كان مع كورونا يعني فما قدرنا نلتقي من عدة أشهر. لما التقينا من فترة قريبة قررنا نعمل تعاون يكون كتير كبير، بما أنه عقمها هي اسم كبير واشتغلت شغل كتير حلو وإلى سمعتها طيبة بين الناس ومحبة الناس كبيرة، وسمعت حكيم الحمد لله عندها مصداقية بمعلوماتها الطبية وفي مجموعة من الأطباء والأصدقاء والصيادلة هن قادرين يقدموا الدعم الكبير، إلا نحن بنعمل نوع من التعاون ونستفيد من التطبيق من وجوده. فأطلقنا خدمة اسمها خدمة الرعاية الصحية عبر التطبيق. خدمة الرعاية الصحية الشخص بعد ما ينزل التطبيق ويختار استشارة الطبيب هيدخل على الرعاية الصحية، يقول انه انا مثلا مشتبه بكورونا، رح يضل في طبيب معه 24 ساعة، رح يضل كل 24 ساعة يبعث له رسالة ويطمن عنه، يشوف شو صار معه، ارتفعت حرارته، اخذ ادويته، رح يضل متابع معه لمرحلة الشفاء. واطلقنا خدمة جديدة اللي هي خدمة طلب جرات الاكسجين عبر التطبيق، يعني عوض هو ما يتصل، اذا اتصل ولقى رقم الاسعاف مشغول، او هو مثلا خلينا نقول بمنطقة ما فيها تغطية وعنده انترنت، فهو قادر عن طريق التطبيق يطلب خدمة الاسواني، ممكن يطلب الاستشاره، ممكن حتى يطلب حجز موعد بي سي ار اذا هو بحاجه حتى عنايه، ممكن يطلب حجز موعد عنايه ونحن بنوصل المعلومه اللي عنا ونحن بنتواصل بنامن له الموضوع وبنبعث له عن طريق التطبيق. نعم. فهذا الشيء اللي سويناه. طبعا خلال الفتره كمان عملنا جروب اسمه جروب صحتك نعمه، هذا الجروب حاليا عليه اكثر من 40,000 مشترك، عليه اكثر من 7,000 استشاره، كمان بيقدم استشارات متنوعه. واحده من الاستشارات الحلوه يعني هيك اللي مرقت انه في مريض كان باعت صوره شامه وعليها صار في نوع من التغير باللون وشويه تقرحات، فلما شافها طبيب الجلديه طلب منه مباشره انه يتوجه على الطبيب، توجه على الطبيب لما استأصلها طلعت ورميه، فالحمد لله يعني خلينا كان لنا دور صغير بانقاذه لهذا الشخص الحمد لله. خلينا نرجع عند الاستاذ عمر ونحكي اكثر، يمكن كثير في او مو كثير، نحن لهلا ما كثير عم دائما عندنا تساؤلات عن كورونا، ما في تفريقه بين انفلونزا وكورونا، صار في كوفيد 20 هلا، يعني يوم عن يوم عم ينزل دراسات جديده، عم تنزل بحوث جديده يمكن عم تكون مختلفه او مناقضه للي قبلها، ولكن خلينا نحكي نحن ضمن حملات عقمها كيف عم نكون عم نعمل توعيه للناس، كيف عم ننشر هي الثقافة للناس بشكل يعني مفصل ونجاوبهم عن تساؤلاتهم. هلأ ببداية المبادرة كنا كثير مركزين، كان الجزء الأكبر من يعني العمل بيروح على موضوع التوعية خصوصا هي النواحي، وبهي الفترة من السنة كثير عالم مثلا بتشتبه بين إصابة بالكورونا وإصابة مثلا بنزلة برد أو غريب عادي. جزء كبير من الاستفسارات نحن عنا يمكن فيك تقولي 60-70%، نحن الخط الإسعافي ما بيهدف 60-70% من الاتصالات اللي بتجي على هاي المواضيع بالذات. الحمد لله نحن بوجود يعني كادر طبي يعني جاهز على مدار 24 ساعة للاستجابة الفورية، عم نقدر رغم انه في بعض الحالات يعني نحن صرنا عنا خبرة واسعة، بس كونه نحن طلاب يعني طلاب جامعة وانا اختصاصي بعيد هندسة معلوماتية، فدغري بنحولها للطبيب رغم انه يعني تكونت خبره، بس مثل ما قلتي يعني هو الموضوع يعني حتى الاطباء هو قابل للتغيير قابل للتجريب، لسه حتى هنا برا عم يكتشفوا اعراض جديده وعم يكتشفوا سلالات جديده او طفرات جديده من هذا الفيروس. ف يعني بقول يعني جواب على سؤالك هو الفضل الاكبر يعود انه لكادر طبي محترف وجاهز، يعني الحمد لله احنا عم يكون في استجابه فوريه مع المرضى عن طريق الخط الاسعافي وعن طريق التطبيق سماعه حكيم، اللي احنا بنستقبل عليه استشارات كثير عن طريق صفحات الفيسبوك سواء عن طريق الجروب او الصفحه الرسميه او صفحه سماعه حكيم، احيانا على بروفايلاتنا الشخصيه بنستقبل استفسارات، فدائما يعني ارقامنا الشخصيه بنستقبل استفسارات بالليل، ف دائما بنحولها للاطباء، يعني لولا الاطباء والشباب المتطوعين الموجودين 24 ساعه يعني الحمد لله. الله يعطيكم الف عافيه، اكيد بنوجه لكم كثير تحيه. سمعت حكيم دائما معلومات فظيعه، يعني انا دائما بتابعها يعني كثير معلومات قيمه ولاول مره احيانا بكون عم بعرفها. فريق عقمها كمان قصص جديده، وحتى انقذتوا يعني المسنة عمرها 90 سنه باسطوانه الاكسجين بعد 8 ايام كمان رجعت لكم اياها وكانت هي بصحه وعافيه، دائما عم تعطونا امل بوجودكم وشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، شكرا لوجودكم معنا ولمعلوماتكم. شكرا شكرا كثير لك، واذا بتسمحي لي بالنهايه اوجه تحيه للكوادر الطبيه والاداريه والفنيه بالمشافي الحكوميه اللي هي كانت حامله العبء الاكبر بهي الظروف الصعبه،
والتطبيقات والمبادرات واي صفحات كانت على الفيسبوك هي كانت رديف لهي المجموعه الكبيره اللي كانت عم تقدم وهي بالخط الامامي نحن كنا بالخطوط الخلفيه. فلو انت كل التحيه اكيد أيوة. ونحن بنضم صوتنا لصوتكم دكتور حسين. شكرا كثير سيد عمر. شكرا كثير. واكيد ما بدنا ننسى نشكر كل الناس اللي معكم المتطوعين وكل الكوادر الطبيه والصيادله اللي معكم. بدنا نقول لكم ان شاء الله هيك يا رب نمضى من هالوباء على خير وسلامه وصحه لكل الناس والله يعطيكم ألف عافية.